البنات الميمات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وهذا الفيديو يلقاكم في احسن احوال يا ربي. مرحبا بكم اليوم ماما هيك ما شاء الله ان شاء الله بسم الله. فاطمه صرا عندنا هنا اللوز مطحون شريته هكا تقريبا هنايا هما نتوما غديروا على حسب على كل واحد انا درت غتشوفوا بغيتو كيلو بغيتو نص كيلو وحنا عندنا تقريبا 800 غرام تقريبا 800 غرام با كيلو عندنا كاس ديال السكر الكلاسي لان غنديروا معاها العسل باش ما تجيش حلوه بزاف لان العسل هي اللي كتعلكها. عندنا هنا كاس الزبده كاس الزبده مذوبه عندنا هنا كاس الارض ديال الزهر عندنا هنا فاطم زهرة القرفة ندير معلقة ديال القرفة باش ما تجيش عاوتاني معلقة ديال القرفة. دابا فاطم زهرة حنا غادي نديرو اللوز هو الاول نخلو اللوز هنا خصو شوية الكيلو ابخي الناس كاين اللي بغا يدير كيلو كاين اللي بغا يدير جوج كيلو على حسب كل واحد اشخاص في الدار وشحال بغات كاين. غادي ندير هنا معلقه غادي ندير معلقه كبيره ها انت معلقه كبيره ديال الصغيره ديال معلقه صغيره ديال القرفه تكون عامره. غادي ندير سكر كلاصي راه عبرتو كاس ديال السكر كلاصي لان نديرو العسل سكر كلاصي وكاس تقريبا ديال العنبه ياك ماما ديال العنبه شكون كيعرفش العبار ما عرفش العبار ديال العنبه ابخي ملي كديري كولي راه كيلو راه كتدوبلي العبار كتدوبلي العبار ديال سميتو. غادي نخلطو هاد النواشف نخلطو مع القرفة و داكشي مفيهاش يعني مقدرش تسال كاين اللي كيدير فيها سميتو مسكة الحرة كاين كاين أنا معنديش مونطفرايش المسكة مدرتهاش القرفة تاهي كتعطي تا هاكا راه كتجي زوينة بالقرفة راه كتجي زوينة ما عندكش واحد الحاجة ماشي مشكل الزبدة ضرورية واش كدير والزهر. دابا انا غادي ندير العسل داكشي باش درت غير كاس ديال داكشي ندير جوج معالق هنا عبرتهم ديال جوج معالق ديال العسل وني كعبرتيهم ديجا ديجا عبراهم جوج معالق كبار خاطرش هي اللي كتعطي هاد العسل هي اللي كتعطي التعليكه كتعطيها التعليكه. هانت كاس الارض ديال الزهر كاس الزهر تيعطيها حتى هي كتالوغو معانا غادي تشميها شويه هنا هي الزبده اللي بقى لي غادي نديروه بسميتو غنحتاجيو الورقه الورقه ديال الفيلم هنا كتجمع مزيان وي تجمعيها مزيان حتى كتعلك لك وفاطمه الزهراء هذا راه سميتو هذا اللوز ايفيلي اللي كيزين ماما وي اللوز ايفيلي غادي نحمرو ملي غنساليو حنا ما غادي نقليوهاش فاطمه الزهراء لا شويه الفران راه احسن احسن في الفران حنا كنفضلو في الفران احسن قلي الزيت وداكشي داكشي كتجي زوينه شي كتجي هنا معلقه تجي معلقه شتي الاولى سلو يلا دابا كندهنهم بالزيت بالزيت وشويه الزبده هذه لاباط فيلو لاباط فيلو لاباط فيلو هنا كدهناها هنا كندهن ثلاثه اربعه لان لاباط فيلو كتنشف دغيا انا كنديرو غنديرهم غير نديرهم في الفجره غير صغيورين المشاهدين ديالنا نوريهم غير صغيورين باش اللي كلا وحده غير صغيورين صافي هنا كدهنتيهم وخاص تقطعهم على جوج قطعهم على جوج كبير شوية هادشي راه فخاشي قطعهم على جوج والاخرين غادي نطويوهم لحقاش غادي تنشف لنا الورقة صافي نرجع لبلاصتها نرجعوها لبلاصتها باش ما تنشف لناش الورقة غادي نشوف دغيا صافي غتخدمي الاخرى غنخدم دابا هادو هادو اللي لان فخاجل هاد لاباط دغيا دغيا كتنشف احسن دهنوها الزيت والزبده
تبارك الله لاباط هي خرجات تبارك الله. طيب هنا كتحرك لو شويه تبارك هنا كتحطوه الطريقه راه صراحه ماشي صعيبه صافي يعني شي صغير لا كيجيو زوينين اللي كلا وحيده بلا ما دير ديك الكبيره الثاني وانت صافي نكدلو هكا شويه من الفوق صافي كتبداو تولي تبتي هذا تبتي هذا هذا غندير له شويه ديال الطحين هنايا طحين الماء باش يلصق ولا البسعه كتجي زوينه نبدا نوريهم شي باينه نديرو الاخرى سي صراحه كتجي زوينه راه ما الطريقه سهله صافي باش صافي نيا غادي ناخذ اللاطه ديالي درتها بشويه ديال الزيت ونبدا نحطو هكا شو نعاود وحده اخرى ديال الزهره المشاهدين ديالنا وي ديرو مقاوقين عاوتاني غير هي الورقه دهنوها ب وي نقاش هادي في هاد الورقه هادي زيت ولا الزبده ملي بغيتو ضروري دهنوها داكشي ندير لها شويه هنا على هذا وي تبداو تلويو على شكل حاله زوين داكشي تمشوا راك ساهله كلشي صحه فريمون كتجي زوينه السالات كيجيو زوينين السالات رمضانية كاين بزاف الطرق ديال هادشي ديال التحساب كاين بزاف المبتدئات البنيات التحساب ياكل ايه انا صغيرين على المبتدئات اللي ما ما تغلبوا عليهم الكبيره مساكن يديروا غير هاد الصغيورين اللي دارت الصغيره غادي دير الكبيره ان شاء الله بشويه 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 هانتي عاد تكون الورقه ندير لها شويه ديال الموعد عندي لها شويه ديال الطحين هنا باش تلصق وانا راه ما غنقليوهمش حنا غادي نديرهم في الفران في الفران كيجيو زوينين بحال البقلاوه بحال الفران كيجيو زوينين نديرهم كبارين فاطمه الزهراء قالت لا ماما نديرهم غير صغيورين صغارين حسن كيجيو حتى في المنظر زوينين غير العقده يديروا لها العسل العسل هي اللي هي العسل اللي كتعلقها وتت لا فيه ولا يتبرد لهيا يسير معاك شويه لان لاباط فيه شويه فخاجي ما تاني بشويه ديال شويه فراجيل لا بات فيلو انا تمشو مع شويه الحراره سخون الحال هاد النار الورقه دغيا كتيبس تخرجوا غير شويه شويه دهنوا خرجت غير شويه غير ثلاثه د الورقات قطعتهم كدهنهم وكتقطعهم والاخرين ديرهم في ضروري الجوم في بلاصتو حتى تسالي الاخرى تساليو هادو عاد نعاود نقطعو الاخرى داكشي جيبيها صافي ابخي شنو كت عرفتي ديرها شويه ديال باش كتشد وصافي باش تشد صافي كنت مشهورة فريمون ما عندي نقول كلشي زوينة السلام ياكل السلام ياكل انت سورتو البنيات وما كتشدش لا الوقت بزاف ما كتشد لا الوقت لا والو حنا دابا عاد درينا ان شاء الله غادي نسبتو وهذه في الفران ما تحتاجي لا تقلي لا حتى شي حاجه لا ما تقلي بزاف ديال الحاله تقلي هذه تقلي هذه اللهم هذه الفران حسن الفران حسن الزيت جوتات وحسن نعاود الطريقه جات اخرى باينه يعني ماشي لا الطريقه باينه
عاود نجيب غادي نجيب ثلاثه اخرين ان شاء الله عاود ندهنهم لان هاد لابارت راه دغيا تتقطع هذا الشيء ماشي مشكل ماشي مشكل تقطع ماشي مشكل نسيبو براك هو هادي على الرشه نجمعها هادي نرجعوها غير هو الرشه هاك الا بقات هكا حتى الا ما ساليناهاش وبقات نعاودو غدا ديروا بها شي حاجه اخرى تحطوها في بلاصتها تكون مزيانه وصافي صافي بها صافي هي ديريتي نفس الطريقه نفس الطريقه الاولى حنا درنا دابا نفس الطريقه غادي نتبعو حتى نكملو نقدو الا بقاتنا الورقه نعاود نديرو حاجه نديرو داكشي بها حاجه اخرى نعاود نشوفو مع المشاهدين ديالنا ان شاء الله نسمع غير شويه عاوتاني عاوتاني الاخرين عندهن عاوتاني هادو جوج عاود نديرهم حتى نساليهم عاوتاني عاود نديرو اخرين الزبده والزيت هي راه تتقطع دغيا غير تتقطع بغيت نوم مزيان باش هذا ما غنقليوهاش في الزيت راه ما غتكونش شاربه الزيت راه ما كتشربش هذه الزيت ما تشربش الزيت بقاش ملي كنديروها في الفران داكشي ونعاود ثاني غادي ملي غادي نديروها في الفران عاود ثاني نسقيوها نسقيوها بالعسل اللي تنخرجها من الفران نسقيوها بالعسل صافي انا غادي نمشيو نفس الطريقه كيف مكتشفنا هنا الطريقه باينه وسهله باينه وسهله اسهل ما يكون اسهل ما يكون اسهل ما يكون المشاهدين ديالنا اسهل ما يكون هادش بها سي كتترولا دغيا دغيا ها صافي ني غادي نمشيو نفس الطريقه ان شاء الله ونرجع معكم ان شاء الله المهم هنا البنات رجعنا معكم بقات لينا شويه ديال اللوز كيف ما كتشوفوا هنايا خديها نوريكم بعدا الحنشه ها هما درنا قديره بون درنا قصديره دابا غادي ندوز ندير واحد الشكل واحد اخر معكم نيس ايوا نديرو مطويولين ها عندي الورقه هذه الورقه دايره ديال البسطيله ديال البسطيله ورقه البسطيله حيت داكشي قاد بسطيله غادي نقطعوها دهنتها بالزيت وكتقطعوها على 4 غنقطع على 4 صافي كدهنوها بالزيت تما الورقه ديال المغرب راسكم ديجا باين كتكون زوينه كتكون زوينه هذه ورقه ديال المغرب حتى كنعاودو كنديرو بحال الزيت كنعاودو ندهنوها بالزيت كتعذبنا اللي كتعذبنا انت رمضان فاطمه الزهراء اجي هنا ان شاء الله كاتب انا كناخذ شويه ديال المشاهدين ديالنا ديال اللوز دوزي ملي الزهراء باش تولي باش تجي كنلويو وانا هنا غادي نديرها شويه رقيقه ندير رقيقه يجيو زوينين يجيو زوينين دقه كيجيو زوينين صافي هنايا كنحطها هكا هي وكنشد هاد الجناب كنطويهم على هاد الشكل باش كيجيكم مقادين هنايا كيجيو مقادين صافي هنايا كنهزها وصافي وانتم كنضغطو مزيان باش كيجيكم داكشي المهم تيجيكم زوينين شوف على هاد الشكل غير ضغطوا عليها مزيان راه كيجيو زوينين كيجيو زوين كيجيو خفيفين وزوينين و لا في الماك لا في الماكلة لا في المذاق شوف كيجي وصافي هنا غادي ناخذ شويه ديال سي بون لحقاش داكشي شويه غادي ناخذ شويه ديال باش نلصق شويه ديال الطحين والماء وصافي هنا كنسدهم هكا فريمون كيجيو زوين هادو غادي نقليوهم غاديش نديرهم في الفران ما نديرهمش في الفران لا مقليين كيجيو زوينين شوف صافي كتصب كتغطسهم في العسل فريمون كيجيو زوينين نوريهم عاوتاني من هذا صافي انا غادي ندير معكم واحده اخرى شوفي الاولى ديال الثانيه الثالثه كيجيو كيجيو زوينين خفيفين زوينين انتم تا في رمضان بلا ما كيبونساي ما قدرش ياكل الا قدر ياكل وحيده برك عليه داكشي ما يجيوش غلاطين بزاف باش يجيو خفاف على القلب داكشي كاين وهذا هو المشاهدين
شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ولا عجبكم ان شاء الله، الا عجبكم هذا الشيء الفيديو دخلوا شوفوا وبارطاجيو مع العائله والصحاب والاهل والاحباب. شكرا لكم بزاف، شكرا عليكم كاملين، على الجداد وعلى القدام ديالنا اللي متبعينا الله يرحم الوالدين. راه كي الكومونتيرات ديالكم كيعجبونا بزاف، كيفرحوا بنتي. هذا هو الجزاء منكم ديال الخير ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنشكركم. ورا هنايا صافي كنتنا خد شويه ديال شويه شويه ديال الطحين. هادو البنيات راه يديروهم ساهلين، هانتوما بنياتي ها ساهل، اسهل في الوقت يعني حتى اسهل بنت تشد غير شويه، حتى الا ما عندهاش اللوز تشد غير شويه ديال الكاوكاو وتعلم فيه، تعلم فيه. حتى واحد مازال بنتي معلم، واحد مازال معلم، انت يجيو زوينين في الحقيقه، يجيو زوينين. انا حمر فاطمه الزهراء حمرين اللوز باش شعلت الفران على 180 باش ندفعوا المحنشه. عطيتي كطيب ياك اه دغيا تطيب الحنشه هنا ضغطوا عليها مزيان باش كيجيكم فريمون كيجيكم يعني مقادين. طب هنا كنسدهم شويه ديال الطحين شويه ديال الماء صافي كتسدو كيجيكم كيجيكم داكشي بواحد الشو. خاصك شويه الطحين نزيدك نو سي بون كافي صافي. انا غادي نمشي على نفس الطريقه نكملهم كلهم ونرجع لكم ان شاء الله. فوالا هنا البنات دابا غادي نحيدو الحنشات كيف ما كتشوفوا هنا صافي راهم زوينين هانتي بلا بلا ما تديرهم جو على مزيان الفران حسن الصراحه لا الفران حسن بلا ما تقريهم صافي غادي نحيدهم ونحيدهم ونطفي الفران صافي. هنا دابا غادي نسقيهم بالعسل ياك امو شو محدهم سخانين هنا راه كيخرجناهم كنسقيوهم ياك اه محدهم سخان داكشي بحال البقلاوه داكشي بغيت تخرجهم سقيوهم بالعسل. هادو ما كيتحمروش بزاف الحقام بحالهم بحال الكعبه يا عجينه الكعبه هادي هما كيجيو بالعسل فريمون كيجيو زوينين انتبا فيهم لا زيت لا والو وغادي نزينهم بنزينهم ب لو سيفيلي اللي راه حمرناه حمرتو وسط هكا يا فريمون كيجيو زوينين عاطلين وساهلين وساهلين ومقمشين على بزينتهم. فوالا هنا البنات دابا غادي ندوزو نقليو هادو كما قلت لكم في الزيت شوف تبارك الله عطاو ياك اه دابا عطاو كمية ليا كثيرة. اي فوالا حنا رجعنا معكم فريمون هانتوما كيف ما كتشوف معنا عجينة ديال اللوز خرجت لينا جوج شو فريمون جاو غزالين حتى المحينشات جاو زوينين لا في المذاق لا في كلشي كاع هما جاو زوينين زي حلي معاهم هكا وحده وحتى هادو البنات حتى هما جاو غزالين. هادو قريناهم كما شفتو معنا في الفيديو حتى هما كيجيو فريمون غزالين. بغيت ناكلها شطيحه هادو فريمون كيجيو قرمشين كيجيو زوينين. خلي معكم هما دي جوج وحده فريمون فريمون كيجيو غزالين سيرتو العقده ديال اللوز جات زوينه جات معلكة. بقا انتما تقدروا ديروا بالكاوكاو ياك هما الكاوكاو ولا تخلطوا النص النص هكا كيصبحوا كيجيو زوينين في المذاق وكلشي فريمون ما عندي ما نقول جو غزالين. اي فوالا هذا هو الفيديو ديال الدار نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشربوهم وكيف ما شفتوا معنا الطريقه اللي جيت مبسطه وسهلين يعني ماشي حاجه اللي صعيبه وصافي. لا عجبكم الفيديو دخلوا شوفوا. فوالا البنات الله يفرجكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.